سلام المسيح معكم. دعونا نتابع ما قد تكلمنا عنه المرة الماضية. لقد تكلمنا عن يوحنا واحد أن الكلمة كان الله. وبحسب مؤمن الثالوث نجد صعوبة في تعريف الله هنا. بحسب منطق الثالوث تفسير معنى الله هنا يصعب أن يتم فهمه. هل هو الآب، الروح القدس، الابن، أم هو الثالوث؟ إنه بحسب التفسير الثالوثي لا يصح أن نقول أن الله هنا يعني الثالوث ولا الآب ولا الروح القدس، لأن الآية تنتهي وكان الكلمة الله. حتى الابن فالآية أيضا تقول والكلمة كان عند الله، فهل الكلمة كان عند الابن؟ لفهم المعنى علينا أن نعود لفهم الرسول يوحنا كاتب والنص نفسه. لقد ذكرنا سابقا عن تشابه افتتاحيتي إنجيله وأول رسالة له. في يوحنا الإصحاح الأول من الآيات الأولى إلى الرابعة: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. وجاء في رسالة يوحنا الأولى الآيتين الأولى والثانية: الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فإن الحياة أظهرت، وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. في النصين يتحدث يوحنا بالوحي عن أن الكلمة في البدء، لكنه يستبدل لفظ الله في إنجيله بالآب في رسالته، وهذا يعني أن يوحنا يقصد جزما أن الله هو الآب. ولذلك عندما يقول وكان الكلمة الله، إذن كان الكلمة الآب. ويقول الثالوثيون أن يوحنا يقول والكلمة كان عند الله، إذن الكلمة شخص بجوار الله، لكن نقول أن يوحنا برسالته يقول والحياة الأبدية التي كانت عند الآب، فهل الحياة الأبدية المؤنثة شخص بجوار الله؟ عند الله تعادل عند الآب، لكن هل الكلمة شخص غير الآب؟ يجيبنا الرسول بولس في رسالته لرومية الإصحاح الحادي عشر الآية الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا. هنا الرسول يتكلم عن حكمة الله ويذكر أيضا فكر الله، وفي النص الأصلي اليوناني فكر الله هي عقل الله، لكن الرسول يذكر أن لا مشير لعقل الله. وبالتالي عقل الله ليس شخصا متميزا، وإلا لكان الله الآب يشير عليه. إذن لا يصح أن نعلم أن اللوغوس أو الكلمة هو شخص متميز، بل هو الآب نفسه. شكرا للمتابعة، نراكم مجدداً.